السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبتكرة مريم زاهر عبود. ابتكرت جهاز تلاقي سيحل أزمة كبيرة، أزمة التكدس المروري أثناء انتهاء الدوام عند المدرسة. تلاقي هو عبارة عن قطعتان، سوار بيد الطالبة والجهاز مع ولي الأمر أو المسؤول عن استلام الطالبة. عند اقتراب ولي الأمر من بوابة المدرسة يتم إرسال وميض مع اهتزاز في سوار الطالبة، وتخرج الطالبة وترى السوار للمعلمة وهو يهتز ويميض. تلاقي سيحل أزمة كبيرة، أزمة الانحباس المروري والمظهر الغير حضاري. تلاقي حينما قبل أن يأتي التلاقي كانت السيارات والطالبات متكدسون في المدرسة، وهذا سيسبب الانحباس المروري والمنظر الغير حضاري. الهدف تنظيم المدارس وجعلها مدارس حضارية. قطاع المستفيدين الجامعات والمدارس الجامعات والمدارس والروضات والمدارس التحفيظ. أصالت فكرتي أن هناك أجهزة وساعات تتبع كثير، ولكن ما يميز مشروعي أنه جهاز خفيف وعملي ويصلح للاستخدام اليومي ويؤدي وظيفة واحدة. ونسعى مع مرور الأيام لتطوير الجهاز وجعله كالمطاعم الأمريكية ماكدونالدز وكنتاكي، كي يصبح هناك منطقة استلام للطالبة ومنطقة استشعار. وأتمنى أن ينتشر الجهاز في المملكة العربية السعودية، ثم ننتقل إلى الخليج العربي، وشكراً.